السلام عليكم نعود إلى سلسلة حكمة الغرب مع فلاسفة أثينا تكلمنا عن الفيلسوف سقراط وتكلمنا عن الفيلسوف أفلاطون الآن نتكلم عدة حلقات عن المعلم الأول الفيلسوف أرسطو الحقيقة أن أرسطو لو كان شخصية خرافية لكانت محاولة إعادة اختراعه عبث ما كان أحد يصدق بوجود مثل هذا الرجل أبداً. حتى عندما نضع في الاعتبار على سبيل المثال الأعمال المفقودة لفلاسفة وعلماء موسوعيين قدماء كديمقريطس وبعض السفسطائين، حتى لو كانت كل أعمالهم المفقودة موجودة، يستحيل أن يعتقد شخص أنه هؤلاء المفكرين حتى لو بذلوا كل ما في وسعهم عن طريق الأعمال التي تنسب إليهم كان من الممكن أن يحققوا ما حققه أرسطو على الإطلاق. الأمر يختلف بالنسبة لأرسطو، لأن ما تبقى من مؤلفاته يناهز مجموعة تقريبا مليون ونصف مليون كلمة. حتى أن هناك من يقول إنه هذا ما ي... لا يزيد عن ربع ما كتب أرسطو. كثير من كتب ومؤلفات أرسطو التي عُدّت للنشر فقدت. بما فيها تلك المحاورات التي كتبت على شاكلة محاورات أفلاطون مع ذلك فإن ما تركه الفيلسوف أرسطو اليوم جدير بأن يضعه كأعظم رجل في العالم لا ينازعه في العلم أحد لأن أي محاولة للتعبير عن جليل أثره لن تضاهي قدره أبدا كل الأعمال التي وصلت إلينا من الفيلسوف أرسطو هي مجموعة من الرسائل التي كان يستخدمها في معهد أبحاث قام هو بتأسيسه في أثينا سنة 335 قبل الميلاد يعرف بالليسيوم. تضم هذه الرسائل اللي وصلت إلينا كتب، هذه الكتب تتناول كل شيء. علم الأخلاق نعم، السياسة النظرية نعم، خطابة والشعر نعم، التاريخ الدستوري نعم، اللاهوت والحيوان، الأرصاد الجوية، كل شيء فلك، فيزياء، كيمياء، البحث العلمي، تشريع اسس الرياضيات اللغه المنطق الصوري اساليب الاستنتاج والاغاليط موضوعات اخرى شتى كثيره جدا لم يبقى شيء لم يتكلم عنه ارسطو ايضا توجد اعمال اخرى لا يعرف مؤلفوها الحقيقيون ربما كان منهم ارسطو كتب تتحدث عن الاقتصاد يعني كان في شيء متواضع ليس يعني بهذا الضخام الموجود الان عن الميكانيكا مجالات اخرى كثيره ايضا تحتوي رسائل ارسطو على أول معالجة منهجية لما نطلق عليه الآن علوم الاجتماع السياسة المقارنة علم النفس النقد الأدبي بدايتها من أرسطو وما زالت لحد اليوم كتب أرسطو بالسياسة والشعر كتابات الفلسفية المجردة تدرس حتى اليوم هناك أعظم إنجازين لأرسطو على الإطلاق يسموان على جميع إنجازاته التي كتبها من ناحية الأصالة والقوة هما أولاً المنطق الصوري هذا المنطق الصوري الذي ابتكره ارسطو ابتكره من لا شيء تقريباً وثانياً علم الاحياء علم الاحياء الذي جعل ارسطو يقولون عنه أكثر الباحثين عظمة حتى جاء دارون في علم الاحياء هذا شيء ليس غريب لانه والد ارسطو كان طبيب وكانت الاحياء هي أول من شعر به ارسطو خمس ما وصلنا من اعمال ارسطو يتناول بالوصف الخصائص الفسيولوجيه وكذلك السيكولوجيه لما يقرب من وأربعين نوع من انواع الكائنات الحيه كل هذه الامور اعتمد عليها ارسطو عن طريق عمليات التشريح اللي كان يقوم بها بنفسه ملاحظاته وتحليلاته الخاصه التقارير اللي كانوا يقدموها اذا التساؤل هو ما هو الحرج الشديد الذي سوف يسببه ارسطو لمن جاء من بعده من علماء الحيوان حرج كبير جدا لماذا؟ لانه استغرق وقت طويل جدا حتى يضيفون الى الدراسات التي جاء بها ارسطو دراسات جديده لكنهم مع ذلك كانوا يخفون هذا الفشل كانوا يخفون هذا الاحراج بتسليط الضوء عن الاخطاء التي وقع بها ارسطو ومؤكد انه هو بشر اخطاء يجب ان يقع بها اي انسان. ظلت بعض اراءه عن كيفيه اتمام عمليه الهضم في الحيوانات المجتره وكذلك عن اعمال عن الاجهزه التناسليه في الثدييات دون تغيير حتى القرن السادس عشر تدرس في الجامعات الاوروبيه. ظلت بعض اراءه حول القلب والاوعيه الدمويه تقبل بدون نقاش حتى القرن الثامن عشر. كذلك وصف الحيوانات عادات الحيوانات مثل الاخطبوط مثل حبار البحر لم يطرا عليه تغيير حتى وقت متاخر وكغيره من اعاظم العلماء كان ارسطو احيانا يجانب الصواب هو انسان بسبب بعض التعميمات المتسرعة عنده على سبيل المثال كان يعتقد أن حشرات النحل العامل لا يمكن أن تكون أناس لماذا؟ لأنها تقدر على الوخز بالتالي ليس من شأن الطبيعة أن تجهز الإناث للحرب للوخز يعني فقط الذكور لا هذا غير صحيح الإناث هي التي تقوم بالوخز وبالحرب أيضا من الأمور اللي خطأ بها أرسطو عندما قال أنه عدد أسنان الرجال يزيد بطبيعة الحال على عدد أسنان النساء مما دفع الفيلسوف برتراند راسول الى التساؤل، طيب انت يا ارسطو لماذا, لما لماذا لم تكلف نفسك عناء النظر الى اسنان زوجتك؟ ارسطو متزوج مرتين، لماذا لم تكلف نفسك عناء النظر الى اسنان زوجتك حتى تتاكد من صحه هذا الرأي؟ لكن مع ذلك في ذلك الوقت يبدو انه قله قليله جدا من البالغين هم الذين يبقون محتفظين باسنانهم كامله في ذلك الوقت. إذا يبدو أن أرسطو جانبه الصواب كذلك في أمور أخرى ملاحظاته عن البقر الثيران الأيائل الظباء التي يمتلك فيها الذكور أسلحة أكثر فاعلية بشكل عام نجد أن نجاحات أرسطو هي أكثر بكثير من إخفاقاته أكثر بكثير جدا لذلك على سبيل المثال هناك كتاب يعرض أو يؤرخ لعلم الأجنة يضع في هذا العلم 14 اكتشاف من اكتشافات ارسطو في علم الاجنه في هذا العلم احد عشر علم صحيح لارسطو مقابل ثلاثه ثبت خطاها لارسطو هذا هذا بالاضافه الى انه توجد مسائل في علم الاحياء كان يعتقد خطا ارسطو بها الى زمن طويل مسالتين تتعلق باسماك كلب البحر وكذلك انواع من اسماك الحبار وبعض الانواع الاخرى كان يعتقد ان ارسطو بها خاطئ لا ثبت تاكد لاحقا صحه اراء ارسطو بشانها كذلك كان لابحاث ارسطو المنطقيه صدق او لا تصدق كل الفضل في اكتشاف اجهزه الحاسوب الرقميه ولغاتها لحد اليوم طبعا بعد قائمه طويله مرت خلال قرون في دور تاريخ الرياضيات المتعرج مرت بكثير من اللحظات الفارقه اذا قد يكون ارسطو مصدر اعجاب بالنسبه لنا الان عندما الرخلة عندما نتكلم عنه لكنه كان بالنسبه للمتعلمين في العصور الوسطى المتاخره ارسطو في وقتها لا يقل اهميه عن الماء والهواء اللي يشربوه الهواء اللي يتنفسوه والماء اللي يشربوه كان لا يقل اهميه عن عنهم ابدا ظل التعليم المدني العالي على مدار قرون طويله يقوم على النهل من رسائل ارسطو والتعليق عليها بالتالي على سبيل المثال عندما استخدم دانتي عباره المعلم الاول في الكوميديا الالهيه لم تكن اي داعي او لم تكن ثمه حاجه الى اشاره الى اسم ارسطو هو المعلم الاول لا يوجد غيره بعد ذلك ب 300 عام يكتب ديكارت اسفا يقول كم كان هذا الرجل محظوظ يقصد ارسطو فكم ما كتبه من كتب سواء أمعن فيه فكرة أم لم يمعن فيه فكرة ينظر إليه الناس اليوم وكأنه وحي نزل من السماء لا يزال أثر أرسطو باقي لحد اليوم في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ليس فقط بالمفاهيم اللي أوجدها لكن بما تركته آثار بما خلفه من آثار عظيمة في لغتنا وكذلك في فكرنا. كثير من المفاهيم الموجوده اليوم وخلال قرون طويله كل الفلاسفه اللي ناقشوها اصلها من ارسطو، مثلا القوه، مفهوم القوه، مفهوم الديناميكا، مفهوم الطاقه، الماده، الكيفيه، الجوهر، الفئه كلها مفاهيم من ارسطو. لذلك حتى هذه المفاهيم يعني وغيرها الكثير هي ليست الا اصداء لما يدور في اروقه جامعات العصور الوسطى التي كانت في حد ذاتها اصداء لافكار ارسطو حتى تعرف عظمه ارسطو في القرون الوسطى ومدى تاثيره على قاعات الفلسفه المدرسيه وبقتها كان النقد الذي يوجه الى ارسطو يوجه همسا بعيدا عن الجامعات والاساتذه والمدرسين في مؤخره فصول السنه خوفا بينما كانت تعاليم ارسطو اغراءه يتغنى بها المحاضرون بالواجهات بالسبوره في سنه 1641 يكتب ديكارت او يرسل يرسل ديكارت الى احد اصدقائه بالسر احد كتبه الجديده بعد ان ارسل هذا الكتاب يرسل له معه رسالة يقول فيها دعني أقول لك أن هذه التأملات الستة تحتوي على كل أسس الفيزياء التي وضعتها لكن أرجوك أرجوك أن لا تخبر أحدا بذلك فإن هذا من شأنه أن يؤلب أنصار أرسطو علي فلا يقبلونها أنا كل أمل أن يعتاد القراء تدريجيا على آرائي ومبادئي ويدركوا ما فيها من حقائق قبل ان يلاحظوا انها تقوض مبادئ ارسطو الدرجة لكن مع ذلك حتى ردة فعل عنيفه ضد ارسطو كانت ردة هذه الفعل العنيفه ضد ارسطو كانت في ذلك الوقت مبالغ بها وشابت كثير من الظلم في كثير من الاحيان كتب احد الشعراء الانجليزي اللي هو جون درايدن ابيات يعني يذم فيها او يتجاوز فيها على ارسطو نفس العام الذي تم انتخابه به عضو بالجمعيه الملكيه. الجمعيه الملكيه هي اول مؤسسه علميه على الاطلاق التي عملت على التخلي عن الفكر المدرسي الارسطي ونشر المعرفه الجديده. يقول هذا الشاعر لم نعهد طغيانا طالك هذا طغيان خان فيه الاباء عقولهم الحره لصالح هذا الارسطو. بالتالي عندما كانت كيمياء ارسطو هذه الكيمياء وكذلك الفيزياء كانت اراء في علم الكونيات باكملها هي اول ما سقط سقوط مدوي في القرن السابع عشر على يد غاليلو وبويل وغيرهم من العلماء اراء ارسطو العلميه ما عدا علم الاحياء نبذت لا لأنها أخطأت في بعض الجزئيات بل لأنها ظلت طريق الصواب هذا الكلام صحيح لكن قدر كبير من الذم الذي وجهه والذي ناله أرسطو كان يحمله بغير حق أتباعه الضعفاء الخانعين كيف؟ هذا نستطيع أن نجد عند فرانسيس بيكون اللي توفي سنة 1626 فرانسيس بيكون اللي يعتبر احد ابرز الشخصيات الفلسفيه والعلميه في الجمعيه الملكيه واحد من مثلت كتاباته نقطه انطلاق للثوره العلميه الجديده. لا يزال بيكون لحد الان يوصف بانه احد انبياء الثوره العلميه، على الرغم من انه كثيرا لم يكن يعي جيدا ما يتحدث عنه، بل كانت عند فرانسيس بيكون قدره عجيبه غريبه على انه يفعل امور هذه الامور لا يعي بها، هذه الامور التي تحدث امامه لا يعرها كثير من الانتباه. على سبيل المثال لم يكن يلاحظ اي اكتشاف علمي مهم مع العلم ممكن قد يكون من المحيطين به. على سبيل المثال حتى لو سقطت امامه تفاحه كتفاحه نيوتن الشهيرة لم يكن يعبلها امور كثيره كان يغض عنها الطرف، على سبيل المثال طبيب فرانسيس بيكون هو العالم والطبيب وليام هارفي هذا وليام هارفي اكتشف الدورة الدموية الكبرى لم يكن يعبأ بها فرانسيس بيكون لم يكن ينظر إليها كذلك النظرية المغناطيسية اللي قدمها شخص أيضا يعرفه عالم وفيلسوف وطبيب وليام جيلبرت اللي قدم هاي النظرية كان يقول إنها محض هراء لا فائدة ترجى منه أيضا فرانسيس بيكون الجاهل قاليله وجاهل كيبلر لماذا؟ لانه قرا كتبهم لم يستطيع ان يفهم نظرياتهم الرياضيه. حتى كوبرنيكوس لم يتمكن من فهم نظرياته وبالتالي لم يكن يعجبه. مع ذلك سوف يقوم على سبيل المثال هذا فرانسيس بيكون في الانقلاب على كل من ارسطو والفلاسفه المدرسيين بشكل كبير جدا. في الحلقه القادمه سنلاحظ ما الذي او ما هي الانتقادات التي وجهها فرانسيس بيكون الى ارسطو. 虚空。